أسعد الله مساءكم. صفحة جديدة في تاريخ السودان عنوانها 9 من يوليو تموز 2011، انفصال الجنوب عن الشمال وميلاد أحدث دولة في العالم، جمهورية جنوب السودان. محطات عديدة مر بها قطار المخاض الصعب، اختلطت فيها ألوان دماء ضحايا الحرب الأهلية بمداد محاضر المفاوضات والاتفاقات التي دفعت بالقطار أخيراً إلى محطة إعلان الاستقلال. فيلم الليلة للزميل لقمان أحمد ميلاد دولة يستعرض لنا صورا شتى من الجنوب، ليفتح لنا الباب لأسئلة عن الماضي وعن الحاضر والأهم عن المستقبل بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية السودان. في البداية أدعوكم لمشاهدة الفيلم، وبعده نبدأ النقاش. سارت المواكب وجابت كل أرجاء جنوب السودان. تنوعت الحشود السائرة منذ أمد بعيد، بعضها يقول إنها لم تتوقف عن المسير منذ عام 1983 عند بدء التمرد الأخير. أما البعض الآخر فيقول إنه امتداد حتمي لجيل الرفض الأول الذي بدأ التمرد على الشمال في عام 1955. الانفصال هو المعول الذي يحطم القيود والأغلال. تلك هي الخلاصة التي اهتدى إليها المتمردون أو الثوار أو مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير السودان أو شعب الجنوب. لقد حملوا ألقابا لا تعد ولا تحصى خلال نزاعهم مع الشمال الذي فاق كثيرا نصف القرن من الزمان، لينتهي كما تقول مخطوطاتهم بالطلاق. أنا فرحان في زمن ده، أنا فرحان يا جنوبين، أنا فرحان يا سنة لبطل النجس كل من تعب، أنا في السوق 24 ساعة يا سنة، في التعب في البيوت في الجعان يا سنة، حرامية من حرام النجس يا سنة، ركبنا في كهرب لكن تعب طنة جنوبين، تعب طنة أمهات بالجنوب في السوق من الساعة 5-7 لساعة 6 أصلا بفرس أكل لإيان كفاية كفاية يا عمر بشير. روى المئات بل الآلاف ممن اصطفوا للتصويت في الاستفتاء قصصا مختلفة من سجل علاقتهم بالشمال، يقولون إنه تبلور فجر يوم جديد يستحيل أن يكون فيه جنوب السودان جزءا من الشمال على الإطلاق. نحن في اتفاقية سلام، لمن أبرمنا الاتفاقية سلام نحن عطينا فترة انتقالية بمدة 6 سنوات لنجعل الوحدة جاذبة، ولكن لم تتحقق هذه الأمنية جعل الوحدة جاذبة، لذلك الجنوبين صوتوا للانفصال. الحاصل أن أنا وصفت الحاصل بانفصال الجنوب الآن ميلاد هذه الدولة بالصحن الذي يعني صحن اللي ملص من يد البشير ووقع على حجر الإنقاذ وبدأ يتشتت. هناك قضايا عالقة خطيرة مثل قضية دارفور، قضية جبال النوبة، قضية النيل الأزرق، قضية شرق السودان. حسب وقائع التاريخ سيكون من غير المنصف اختزال الدواعي التي حملت الجنوبيين على الانفصال فقط، فيما أسفرت عنه الشراكة الخشنة بين الجنوب والشمال خلال السنوات الانتقالية 6 التي أعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل بينهما عام 2005. فللقصة بعد قديم أعمق. هذه الصور تم التقاطها عام 1969،
وهي تشكل توثيقا لأربعة عشر عاما من القتال بين قوات الحكومة المركزية في السودان وحركتي أنيانيا، التي بدأت الأولى ما سمي في سجل الصراع بين الشمال والجنوب التمرد الأول في عام 1955 بمطلب تطور سريعا إلى المنادات باستقلال الجنوب. التقط الصور وجمعها ألان ريت عندما أمضى في ذلك الوقت عاما كاملا ينتج فيلما وثائقيا يسلط الضوء على الحرب في الجنوب. بل إن السيد ريت، وبحكم عمله في وكالة الغوث الأمريكية في إفريقيا وجنوب السودان، ظل لصيقا بحركة أنيانيا حتى توقيع اتفاق السلام الأول عام 1972، غير أن صلته سرعان ما تجددت بالتمرد الثاني الذي قاده العقيد جون غارانغ ديما بيور، وظل لصيقا به حتى وفاته بعد توقيع اتفاق السلام الشامل المعروف باسم اتفاق نايباشا. في يونيو عام 2004 سافر جون غارانغ إلى المناطق المحررة في يي ورومبك، وكان يشرح لحشود الناس أهمية الإجماع في الآراء لتوقيع اتفاق السلام الشامل، وكذلك استغل هذه الفرصة ليشرح للناس متطلبات الانتقال من الحرب إلى السلام وتحول الحركة الشعبية من حركة إلى حكومة. في هذا المكان الذي يشكل أعلى ارتفاع في مدينة جوبا يرقد العقيد دكتور جون غارانغ ديما بيور، فهو الذي قاد في عام 1983 أغلبية من الجنوبيين وقلة من الشماليين للتمرد على الشمال حاملا مطلبا طامحا أسماه السودان الجديد الذي يتساوى فيه الناس على أساس المواطنة لا على أساس الدين أو العرق. هذا الجندي الجنوبي ينتمي إلى جيل تربى على المفاهيم السياسية التي اختطها القائد الجنوبي العقيد جون غارانغ ديما بيور منذ 22 عاما مضت، وهي المفاهيم نفسها التي نشأ عليها الملايين من أبناء السودان الشمالي يتطلعون إلى السودان الجديد بلد المساواة على أساس المواطنة. غير أن الأحداث قدرت أن ينتهي مبدع الفكرة العقيد جون غارانغ ديما بيور إلى صمت أبدي في هذا الضريح بعد 21 يوما فقط من دخوله الخرطومة وأدائه القسم نائبا أول لرئيس جمهورية السودان، وهو الحدث الذي صمتت معه ولو إلى حين فكرة السودان الجديد، وبدأ أهل الجنوب يذهبون بعيدا عن الشمال ليشهد العالم ميلاد دولة جديدة. تحفل ذاكرة براين سيلفا مستشار وكالة الغوث الأمريكي في جوبا بلحظات المخاض التي ولدت أفكار العقيد غارانغ في منتصف السبعينيات، فقد زامله في الدراسة في جامعة أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث هو محصلة لمجهودات جون غارانغ، فبرغم غيابه الجسدي إلا أن روحه لا تزال باقية. فبدون جون غارانغ ما كان هناك اتفاق شامل للسلام، وبدون اتفاق الشامل للسلام ما كان ممكنا إجراء الاستفتاء، وأعتقد أن الفضل الكبير يعود إلى رؤيته التي وضعها حول مستقبل السودان. هنا في وسط القيادة العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان، وضع المقاتلون تمثالا كبيرا لقائدهم الراحل العقيد جون غارانغ الذي يشير بيده إشارة يفهمها الجنود الذين قاتلوا معه 22 سنة. ناقلة الدبابات هذه قديمة قدم الدبابة التي ترقد على ظهرها، إنها من إرث سنوات الحرب وستكون إحدى الآليات العسكرية للدولة الجديدة. الجنود أنفسهم لا يزالون أسرى لقواعد الاشتباك خلال سنوات التمرد، أي العمل تحت منظومة حرب العصابات. يقول العقيد فيليب ماغوير إن اتفاق السلام الذي وضع حدا للصراع البشع بين الجنوب والشمال تطلب نقل قواته من وحدات حرب عصابات إلى قوات نظامية. This require
هذا يتطلب إجراء تغييرات كبيرة، يحتاج تغييرا للبناء النفسي القائم على العمل كقوات عصابات تتحرك في وحدات صغيرة إلى العمل كقوات نظامية ذات مفاهيم عسكرية واسعة. وهذا التغير بدأ بمستندات وضعتها حكومة الجنوب سميت الأوراق البيضاء. حسب الأوراق البيضاء يتم بناء جيش نظامي يوفر الأمن الشامل لدولة جنوب السودان ومحيطها الإقليمي، ويتم أيضا بناء الهياكل العسكرية كالقيادة العامة والألوية والأفرع والوحدات لتبلغ في مجملها 10 وحدات، أي بعدد ولايات الجنوب حسب التقسيم الحالي. تغيرت المهمة التي كنا نقوم بها خلال الحرب. مهمتنا الآن هي حماية حدود وسيادة الرقعة الجغرافية لجنوب السودان، والجيش الشعبي قادر على ذلك، ونحن لسنا وحدنا في المنطقة، وهذا يحتاج إلى تعاون جيراننا خاصة الدولة الأم التي انفصل عنها الجنوب. نتوقع من قوات الشمال أن تتعاون معنا في توفير الأمن بمعناه الشامل. We expect them to cooperate with us in providing the wider security. الدولة الأم الشمال لا تزال مرتبكة بسبب تحاشي قيادة الجيش في الجنوب، كشف العدد الكلي للجيش الشعبي ومواقع انتشاره. ولكن تبقى المعضلة بين الطرفين هي مصير ما يتراوح بين 30 إلى 50 ألف جندي من الشمال في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. حاربوا مع الجنوب ويأتمرون كما كانوا بقيادة الجنوب. أي قيادة هذا الرجل الفريق أول جيمس هوس القائد العام لقوات الدولة الوليدة؟ أنا أزيل مصالحين قوة كبيرة، مصالحين بين دباباتهم بين الأحجاد بتاعهم كلهم، لو ما في حل كويس بيواصل يقاتلوا المناطق ده كبير، ما دالوا منه يقعدوا في جنوب ولا يقعدوا في يمين، بقعدوا في مناطق ده. أنا بتالي إنه الحل في خرطوم. لم تكن قوات الشرطة أقل تعقيدا في تكوينها عن الجيش الشعبي، فوزارة الداخلية في حكومة الجنوب اضطرت لتشكيل وحداتها الشرطية الأولى من المكونات المسلحة التي خاضت سنوات الحرب. خلفية بتاعت الشرطة حاليا في جنوب السودان، يعني دي شرطة طبعا متكون من خلفيات مختلفة. واحد ده أنه ده قوة كان تم استعابه من الحركة الشعبية، ده جاي تم تدريبهم كأساكر غوريلا. اوكي، المجموعه الثانيه دي المجموعه اللي كان جاي من اضاء ام جروب، المجموعه المسلحه اللي كان بيهارب من جانب الجيش السوداني اللي هو المعروف بالميليشيات، والمجموعه الثالثه دي المجموعه اللي كان الشرطه المدرب من قبل حكومه او حكومات السودان اللي كان بيهارب من الحركه الشعبيه. ونحن بدانا نتجندوا في مجموعات جديده ومسجلين جدد، يعني طبق المتعلم ناس بشهادات سودانية والخريجين والناس بدبلوما عشان نقدر نحسن المستوى بتاع الشرطة، لأن الشرطة محتاجة أن تكون لو ناس بيكتبوا بيقروا. تمثل عناصر الشرطة المتخصصة الملمة بالقراءة والكتابة نسبة ضئيلة من تلك التشكيلة المتنافرة، بينما تصبح الدولة الوليدة في أمس الحاجة إلى شرطة تقابل كل متطلبات الانتقال من مرحلة الأمن العرفي الذي كانت تمارسه الحركة الشعبية إلى مرحلة أمن الدولة. في وسط مدينة جوبا يعيش بعض الناس داخل مثل هذه المنازل المحطمة التي تنتظر بقايا جدرانها السقوط، ويبدو أن سلامتهم تتوقف على شيء واحد، هو ميقات تحطم الجدران المتشققة إن كان سيحدث بعد ساعة أو بضع سنوات. وهكذا تستقر نسبة كبيرة من سكان الجنوب، خاصة أولئك الذين قدموا للدولة الجديدة من الشمال بهذه الطريقة العشوائية، وهو أمر يسهم في زيادة معدل الجريمة في وقت تعجز فيه وزارة الداخلية عن مد أدرعها الأمنية في كل أرجاء البلاد الشاسعة. فمساحة الدولة الجديدة تفوق مساحة إقليم شرقي إفريقيا، وتتمدد مجاورة 6 دول هي إثيوبيا وكينيا ويوغندا والكونغو وإفريقيا الوسطى وشمال السودان،
تقطنه قبائل تمارس معتقدات تزيد الوضع الأمني تعقيدا. عادة إنه بعض القبائل بيشوفوا إنه أنت لما تكون شاب وأنت ما مشيت قطعت الحدود قبيلتك عشان تمشي تجيب بقر من القبيلة الثانية، يعني صفات الرجولة ما بكون متوفر فيك، أنت ما ممكن تتكلم معي، يعني أنت دفعتي وأنت ما مشيت جبت بقر في حياتك، أنت ما ممكن تتكلم معي، أنت ما مقابلي أنا. فده إنه ما عنده علاقة مع إنه هما يسبب مشكلة بالنسبة للدولة أو لتأسيس دولة جديدة، ما عنده علاقة. لكن شنو؟ القضايا أو الوضع ده بتغير من زمن لزمن. يعني نحن ما ممكن نقبل أنه الكلام ده تستمر، أنه فعلا الفهم أنه المرلي أو القبائل عندهم أفكار بتاع نحف البقر يخلوهم لأنه ده فكرتهم. We have to stop it. لازم يقف. يدرك المسؤولون في الدولة الجديدة أن بناء الأمة أمر يفوق في أهميته. الاستراتيجيات التي يضعونها لبناء الأمن القومي في بعده الداخلي والخارجي، فمنذ إخضاع جنوب السودان للسيطرة الكاملة لحكومة محلية عام 2005 لاحت فرص كبيرة لمواطني الجنوب للاستفادة من المشاريع الكبرى التي بدأت في بناء رقعة جغرافية بمساحة دولة ظلت ترزح أكثر من 20 عاما في الخراب. عندما أنشئت حكومة جنوب السودان تولينا الحكم من نقطة الصفر. كان كل مدن جنوب السودان عبارة عن حاميات عسكرية. أول خططنا أساسها هو نقل المدن إلى الأرياف، ده الخطة بتاعنا بتاع حكومة. والشيء الثاني إنه عشان نقدر نحقق هذه الأهداف قمنا بإنشاء حوالي 7000 كيلومتر من الطرق، وقدرنا نربط ولايات الجنوبية العشرة كلها. لا يبدو أن المواطنين في الولايات العشرة لجمهورية جنوب السودان قد تحرروا بعض من أسر سنوات الحرب إلى عصر الدولة التي يشكلون أهم أعمدتها في طور البناء. فقد عمت أقاليم الجنوب مشروعات استثمارية متعددة ناجحة، خاصة في مجال الأعمال الصغيرة لم يستفد منها عدد يذكر من أبناء الجنوب، بل يمتلك أغلبها أجانب من كينيا ويوغندا وأثيوبيا وإريتريا والصومال ولبنان. نحن قلقون، وهذه تشكل معضلة في عدد من الدول الأفريقية، وليست هناك طريقة لإجبار المستثمرين الأجانب للعمل مع المستثمرين الصغار المحليين، بل يجب على المستثمرين المحليين امتلاك القدرة على المنافسة، ونحن الآن نعمل على تطوير استثماراتنا المحلية لتقوى على المنافسة. لا يتوقف الأمر على الامتلاك والقدرة على المنافسة فحسب، بل إن الاستثمارات الأجنبية التي غمرت الدولة الوليدة لم تفتح الباب أمام مواطني جمهورية جنوب السودان للاستفادة من الوظائف الصغيرة التي توفرها، بل استعانت بموظفين من الدول التي أتى منها الاستثمار. يحتاج المستثمرون الذين قدموا للاستثمار هنا إلى أشخاص ذوي مهارات، أو على الأقل أشخاص قادرون على القراءة والكتابة وتشغيل الماكينات وإدارة المتاجر، ولكن ليس لدينا أشخاص هنا في الجنوب يمتلكون تلك المهارات، بل إن القلة التي تمتلك تلك المهارات ربما لا تزال تعيش في شمال السودان، يعملون في المصانع في الخرطوم أو في دول أخرى، ولم يعودوا حتى الآن إلى جنوب السودان. يذخر الجنوب بتراث شعبي ظل على امتداد تاريخ السودان الموحد. أبرز مكونات الثراء الذي تميز به التراث الشعبي في السودان الموحد، فالرقصات في الجنوب تتنوع بتنوع الأمصار والبيئات لتبلغ تعددا يصعب حصره ما بين قبائل الدينكا والشلوك والنوير والباريا والزاندي والمنداري وغيرهم. هذه الوجوه ليست من تلك القبائل، وليس في الفن الذي تقدمه بنسق رائع شيء من دولة الجنوب ولا من الدولة الأم التي انفصلت عنها في الشمال. إنها فرق إثيوبية، وهو الضرب الوحيد من التراث الشعبي الذي يتربع أغلب المسارح المنتشرة في مدن الجنوب،
في وقت يتطلع فيه زوار الجنوب للتعرف على سمات الدولة الجديدة من خلال فنونها. أتفق معك أن الجنوب غني من حيث التراث، بالذات المتمثلة في الرقصات الإفريقية المتواجدة في الجنوب. قد يكون هما ما أعطوهم فرصة، لأنه هذه المستثمرين اللي بيملكوا الهوتيلات اللي هي كانت تكون أداة بسيطة للعكس تحت التراث القومي، استجلبوا معهم فرق شعبية من الدول الذين أتوا منها، وهذا طبعا قفلت الأبواب تجاه الفرق المحلية اللي ليس فيها التجهيز التام من حيث اللبس وبالتالي، لكن من ناحية الرقص هم منافسين، فدي الجانب السلبي بالنسبة للمستثمر فعلا. تمددت الاستثمارات الأجنبية متخطية الخدمات الضرورية لتغطي مجال السياحة. أنا بشوف أنه ده نقطة برضو بالنسبة لنا في الحكومة وبالذات في المفوضية اللي أنا برأسه، حتى خصصنا جزء للتمويل التدريب كل الكوادر الغير عاملة الشغيلة على أساس أن يدخلوا في مجال السياحة، ومن ضمن برضو الفرق لأنهم تتجهز تجهيز تعمل أساس كيف تؤدي بالصورة أمثل ونزيهة ونظيفة جدا داخل الفنادق، على أساس أن نقدر نعكس أننا فعلا متواجدين في جوبا عاصمة الجنوب. التجول داخل أرجاء الدولة الوليدة يتحول إلى فرصة حقيقية للتعرف على مكامن التحديات التي تنتظر بناء الأمة. هذه منطقة لولوغو وفيها تظهر كل معالم الفقر وانعدام التنمية. حكومة الدولة الجديدة لجمهورية جنوب السودان تحتفظ بمقولة مشهورة أنها تريد أن تنقل المدينة إلى الأرياف، أي نقل كل المزايا التي تحتفظ ويتمتع بها سكان المدن إلى مثل هذه المناطق. منطقة لولوكو على مشارف جوبا تمثل نموذجاً للفقر الذي يغطي أغلب بقاع دولة ولدت للتو من رحم الحرب. مهد الطفولة يرقد داخل بيوت بنيت ولا تزال تقوم على القش، وعلى ظلالها تتشكل مسارح الطفولة، حتى إذا قوي العود صار الرأس أداة لجلب المياه. في مدارسنا هزينتو. يقضي الكبار ساعات اليوم داخل المنازل، أغلبهم لا عمل له سوى بعض الحرف كحياكة المفارش، وقلة من الشباب يهتم بما يجري. بالنسبة لي أقول يجب أن ينبذ الناس القبلية، خاصة ونحن أصبحنا دولة جديدة، وكي نحقق التقدم يجب أن يتم تحديد الدورات الرئاسية حتى يكون هناك تداول للسلطة. تبزغ الدولة الجديدة ومواطنوها يرهقهم الصراع من أجل البقاء، فهنا حبيبات للذرة تنتظر الشمس لتجف كي تتحول إلى لقمة في بطون جائعة، وهنا امرأة تجعل من سيقانها مغزلا لصناعة شباك صيد الأسماك، تنهامك في رهق قد لا يدع لها مجالا للتعرف على ميلاد دولة في الأرض التي تعيش فيها. كان سما غبي انا غبول وانا كنت فوق سما غدي بجارا كابو باكلو. هل تدري ان الارض التي تجلس عليها تحولت الى دوله؟ ان عيال صغارنا ما بقينا ناس كبارنا ما بعرفوا دل. يقول التاريخ ان النيل هو اصل قصه الوجود البشري في الجنوب، فمن رحمه ولدت القبائل النيليه، ومن ثديه ظل الناس هناك لالاف السنين يشربون الماء ولا يزالون. لم تتطور وسائل السقيا حتى في المدن الكبرى، فمياه النيل لا تجد طريقها للظمئين إلا بمثل هذه الوسائل البدائية.
تحمل بالسيارات لتباع للقادرين، أما غير القادرين فعليهم الحضور إلى الضفاف لأخذ ما استطاعوا إليه سبيلا. تمتد على امتداد البصر في الجنوب خضرة تنبت في أرض خصبة تغطي أكثر من 90% من الأراضي السهلية من مساحة الدولة، يرويها النيلان والأمطار. تشير التقديرات إنها إذا زرعت بالكامل ستحصد محصولا يزيد عن حاجة سكان الجنوب البالغ تعدادهم أكثر من 6 ملايين نسمة. تقول إن بطنها يبكي من الجوع، تخرج للزراعة فلا يكفيها ما تحصد. يتمكن أغلب المزارعين في جنوب السودان فقط من زراعة مساحة صغيرة من الأراضي الزراعية الشاسعة التي يملكونها. كلمنا ده شنو ده هنا انتو تصوفوا قولا ده؟ ده شنو ده؟ ده شراب. بعدين ده لوبيا. لوبيا كويس. انتو كله هنا ده تزرعوا في مكان ده شريف ولوبيا. هنا نحاول بأيدينا اقتلاع الأعشاب حتى تجد المحاصيل المزروعة المساحة والشمس والهواء الكافية للنمو. هذه هي الطريقة التي تفلح فيها الأراضي هنا في بقاع كثيرة من جنوب السودان بهذه الطريقة البدائية. بعض هؤلاء المزارعين ربما يفلح بصعوبة في زراعة مساحة قد تكفي فقط لحرث ما يكفي قوت بيته. والله أنا شكلها جادة يتعي بأكل. أنا عندي جانيني كان أنا ما كرجو يتعي بموت كله. يقول إنني أزرع كي أطعم أولادي فهم جوعى، وإذا لم أخرج للزراعة فسيموتون جوعا. هؤلاء هم أطفاله الذين يقول إنهم جوعى، يقضون يومهم داخل الأعشاب بينما ينهامك الأب في حرث الأرض متمنيا لو كانت له وسيلة تساعده في حرث مساحة أكبر. ما كان ندف كبير كتير ما كان أنا بقى كويس ما يتعي بقى كويس. إذا امتلكنا حارثات التراكتور فسأتمكن من حرث وتنظيف مساحة كبيرة من الأرض، وسيكون لأطفالي مخزون غذائي جيد. تلك هي أمنية ذلك المزارع غير المحظوظ كما يعتقد. بعض المزارعين المحظوظين قد تزيد المحاصيل التي يجنونها قليلا عن حوجتهم فتذهب شحيحة إلى الأسواق، ولكنها لا تفي بالطبع حوجة كل من يقصد الأسواق طلبا للمستلزمات الغذائية من الخضار والبقوليات. داخل مدينة جوبا يصبح الحصول على مياه نقية أمرا صعبا، وكذا الحال في كل بقاع جمهورية جنوب السودان. فإمدادات المياه تغطي قدرا ضئيلا من حاجة السكان لا يتعدى 30%، 6% منها فقط هو حجم المياه النقية. في قلب منطقة كاتور تنشئ وكالة الغوث الأمريكية هذه المحطات لتنقية المياه. تعمل ماكيناتها دون توقف لتوفر ما بين 40-50% من احتياجات سكان الحي من المياه النقية. نحن ننفذ عدة برامج لتنقية المياه في جوبا وحدها، وننشئ مثل هذه المحطات حتى يتمكن الناس من أخذ الماء في الحاويات، ونحاول أن نوفر محطات إضافية في أماكن أخرى على المدى القصير، لأنه ليس ممكنا حتى الآن إيصال المياه عبر صنابير لكل الأماكن، ولذا نحرص على وجود مثل هذه المحطات في الأماكن السكنية. توفر محطات التنقية هذه نسبة معلومة من المياه الصالحة للشرب، ولكن حكومة الجنوب لم تتمكن حتى الآن من تقدير إسهام هذه المحطات مقابل الحاجة الكلية للمياه النظيفة. ليس معروفا حجم الاحتياج الحقيقي للمياه وإمداداتها في جنوب السودان،
نحن نقيم الحاجة حسب ما نراه حولنا في المناطق التي تقام فيها محطات التنقية، ثم نطور الخطط بناء على ذلك في كل منطقة على حدة. وهذا يفرض علينا في الحكومة وضع خطط متطورة ثم نقدمها لشركائنا طلبا للمساعدة. الماء عصب الحياة، ولكن الحياة قد تصعب دون شرب المياه النقية التي حتما ستمكن مثل هذه الطفلة أن تتربى في بيئة صحية. ترى إلى ماذا تتطلع؟ هذا وجه في هذا المكان يتطلع إلى الماء، وهذه القوارير ربما الكبيرة تسمى هي جركانات. السكان في هذه المنطقة السكنية وفي كل المراكز السكنية داخل مدينة جوبا يأتون إلى هنا إلى مثل هذا المكان الذي ينقي المياه ويأخذون المياه. ليست هنالك وسيلة حتى الآن أن تذهب إليهم هذه المياه عن طريق المضخات في منازلهم. هو أنا ما أعتقد حتى المنازل الموجودة هنا غير مؤهلة لأن تستقبل أي مياه إلا عن طريق هذه الوسائل، أن يأخذونها من هنا. وأعتقد أن وصول المياه إلى تلك المنازل لن يحصل إلا بعد أن تتأسس وتبنى هذه المدينة. إذا حاولت السير في طرقات المدن الكبرى في جنوب السودان وحتى كبرها مثل جوبا، فإن مهمتك ستتحول من محاولة بلوغ هدفك الأساسي وهو الوصول إلى وجهتك لتتساءل عن كيفية انسياب الحياة في ظل غياب الطرقات المعبدة التي تشكل عصب البنية الأساسية. تشير الدراسات إلى أن جنوب السودان يفتقر إلى 95% من حاجته للطرق المعبدة، بل إن تقارير حكومة جنوب السودان تقول إن الطرقات المعبدة في الجنوب قبل وبعد اتفاق السلام الشامل مع شمال السودان تقل عن 5% من الحد الأدنى المطلوب لربط مدن وقرى الجنوب داخليا ومع دول الجوار صاحبة التبادل السلعي مع الدولة الجديدة. اتجهنا في عمق الجنوب جنوبا لمسافة 4 ساعات بصحبة وكالة الغوث الأمريكية. إنه طريق جوبا نوملي يأتي في طليعة الطرق القارية التي تربط دولة الجنوب بواحدة من أهم جاراتها الإفريقية يوغندا، تشيده الولايات المتحدة الأمريكية كمساعدة لشعب جنوب السودان. هذا الجسر هو أحد 8 تغطي الأودية التي تقاطع الطريق الممتدة على طول 192 كيلومترا، يشيد بمواصفات عالية تعكس الأهمية التي يمثلها الطريق بالنسبة للحركة التجارية بين جنوب السودان ويوغندا. Some of the studies that we've seen show that somewhere between 70% and 80% of all the commerce. بعض الدراسات التي طلعنا عليها أظهرت أن ما بين 70% إلى 30% من السلع التجارية تأتي إلى جوبا عبر هذا الطريق. لقد بدأنا ردم هذا الطريق عام 2007، وقبل ردم الطريق كان السفر بين جوبا ونمولي يستغرق 8 ساعات. الآن يستغرق السفر ما بين 3 إلى 3.5 ساعات، وعندما يعبد الطريق سيستغرق السفر ما بين 2 إلى 2.5 ساعات، وهذا سيقلل بصورة كبيرة نفقات السلع التجارية التي تأتي إلى جنوب السودان من يوغندا. حسب حاجة الجنوب بجهاته الأربعة، يمثل طريق جوبا نوملي بداية لسلسلة من الطرق الدولية يتحتم على الدولة الوليدة إنشاؤها، خاصة تلك التي تربطه بالسودان الشمالي، الدولة الوحيدة التي يقاسمها الجنوب الشق الأكبر من المصالح الاقتصادية. تستمر عمليات بناء الدولة وأرضها لم تنفض بعد آثار الحرب التي خلفت في كثير من بقاعها يبابا ترقد عليه قرى تيتمت من ساكنيها، لا تلمح إلا الأشلاء وبعض ممن يتطلعون إلى حراستها عامرة بأهلها الذين لا ندري أين ذهبوا. هذا منزل قديم هجره سكانه، وإذا نظرنا إلى الأرض هذه بعض الخضروات تقوم ولكنها ذبلت كما تذبل الحياة في هذه القرية الصغيرة. أرى
في كل الأماكن فيها لا توجد حياة ولا يوجد شخص، ولكن إذا نظرنا في الاتجاه الآخر هنالك حركة وهنالك جسر يبنى في هذا الطريق الذي يربط جوبا بيوغندا في بعدها الأفريقي. ربما إذا عدنا مرة ثانية إلى هذا المكان ربما يعود الناس إلى هنا، وربما تبدأ الحياة إلى هنا في مباني جديدة وبروح جديد، ولكن ذلك هو التحدي الذي ينتظر هذه الدولة الوليدة، كيف تبنى وكيف تعود فيها الحياة بعد سنوات من موات الحرب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، شاهدنا للتو وتابعنا للتو فيلم زميل لقمان أحمد ميلاد دولة عن انفصال جنوب السودان وميلاد جمهورية جنوب السودان. أرحب بضيوفي معي في الاستوديو، الدكتور خالد المبارك المستشار الإعلامي بسفارة جمهورية السودان في المملكة المتحدة، وكذلك الأستاذ وول ميار أرييج القائم بأعمال حكومة جنوب السودان أيضا في المملكة المتحدة. كما أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من كامبريدج، الدكتور عبد الوهاب الأفندي أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويست مينستر. كما يشارك معنا عبر الأقمار الصناعية من ولاية فلوريدا الأمريكية الزميل لقمان أحمد معد الفيلم الوثائقي ميلاد الدولة. كما سينضم إلينا ضيوف آخرون في ثنايا هذه الحلقة. في البداية أرحب بضيوفي وأرحب بزميل لقمان أحمد معد هذا الفيلم. لقمان، يعني هذه هي المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى جنوب السودان؟ بالتأكيد المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى جنوب السودان، ودعنا نتحدث في إطار المعلومات. ربما الأقدار شاءت أن أكون أنا سوداني، ذهبت إلى هنالك وأنا عمري فوق 40 سنة، ربما أقترب إلى 50 سنة. هنالك الكثيرون من السودانيين مثلي لم يزوروا الجنوب مطلقا في حياتهم. إذا وضعنا هذه القصة في الصياغ عبر روايتهم وعبر روايتي كسوداني، لم أذهب إلى الجنوب إلا عندما قرر له أن ينفصل وذهبت في عمل. ربما هذه المقارنة تريك إحدى التعقيدات ربما التي دفعت أولئك الناس من ذلك الجزء في ذلك البلد لأن يبتعدوا عن الجزء الشمالي منه، ربما لجزئية واحدة، ضعف العلاقة بينهم هنالك في الجنوب وبين أقرانهم هنا في الشمال. طيب، كما روايتي تحدث. جميل جدا لقمان، يعني المرة الأولى التي تزور فيها جنوب السودان، بالتأكيد يعني هناك الكثير مما خرجت به من هذه الرحلة وإن كانت رحلة عمل. بالتأكيد الجنوب كانت في مخيلتي ربما عندما تربيت وحتى الآن أعمق وأكبر مما كانت ستخلقه تلك الزيارة التي قمت بها. إذا سألتني في إطار الصياغ وفي إطار العمل، رأيت جزءا جميلا من دولة حقيقة إذا ما قارنتها بالأجزاء الأخرى. أنا أتيح لي أن أطوف بعدد كبير من أقاليم السودان ومناطق السودان المختلفة، ولأول مرة أتيح لي أن أرى ذلك الجزء. عندما رأيت الجنوب طرحت سؤالا واحدا تمثل في شكل حقيقة: أي شيء فقده السودان؟ أي شيء فقده الشمال؟ وربما ذلك لا يدركه إلا من تمكن وذهب إلى الجنوب وقارنه بكل بقاع السودان الأخرى وما يمثله للسودان الأخرى، وربما ذلك يريك ويعكس لك أهمية الجزء المفقود من ذلك البلد، هو ثلثه وربما هو أهمه من حيث الموارد ومن حيث التشكيل البشري ومن حيث التنوع.
طب لقمان، يعني تنقلت في أكثر من منطقة في جنوب السودان وتعاملت وتفاعلت مع الكثير من السكان هناك، يعني لابد أن كانت هناك بعض المشاهد التي علقت بذاكرتك بعد هذه الرحلة. أعتقد أن رحلة أي إنسان إلى جنوب السودان هي رحلة للنظر في علاقة الإنسان بتلك الرقعة الجغرافية من الأرض، كيف عاش الإنسان في تلك المنطقة مدى سنوات الصراع الطويلة التي استمرت 50 سنة، كيف كان هؤلاء الناس يعيشون، وطوال هذه الفترة كانت رصاصات الحرب وأصوات المدافع فوق رؤوسهم. حقيقة لم أجد أي مقوم من مقومات الحياة. ربما واحدة من المشاهد التي قد يتوقف عندها الإنسان، أي إنسان زار الجنوب لعمل أو لغير عمل، كنت في منطقة تركاكا وكنت عائدا إلى مدينة جوبا، وتوقفنا في إحدى القرى لنتزود بالمياه. في الطريق وجدنا امرأة ضربت على رأسها وكانت تحمل طفلا صغيرا، كان جرحها ينزف بصورة كبيرة. كان هنالك عدد من رجال الشرطة يحاولون إيصال تلك المرأة إلى أكبر أو أقرب مدينة لكي تتلقى الإسعافات الأولية حتى لا تموت جراء ذلك الدم الذي ينزف من رأسها. تخيل أنت قادم من عاصمة أو من محافظة ثانية وفي طريقك إلى عاصمة دولة ستكون يوم غد، ويصاب مواطن بجرح قد يهدد حياته ولا توجد وسيلة لتلقيه الإسعافات الأولية في المنطقة التي يعيش فيها، أو لا توجد حتى وسيلة لكي ينتقل بها إلى أقرب منطقة ربما توجد فيها خدمات حتى تتم المحافظة على حياة مثل ذلك الإنسان. هذه القصة وذلك المشهد ربما يظهر لك حياة الآلاف وربما الملايين من الجنوبيين في أصقاع الجنوب المختلفة، ضعف الإمكانيات، ضعف التنمية، الإهمال الكبير، عدم الاهتمام بالإنسان. أعتقد تلك هي القصة التي رأيتها. من الذي أهمل الإنسان تلك هي قصة أخرى، ولكن رأيت إنسانا مهملا، إنسانا يفتقر إلى أبسط المقومات التي يمكن أن توفرها له حياة في أي دولة مهما كانت فقيرة. أشكرك لقمان أحمد الزميل في البي بي سي والذي أعد لنا هذا الفيلم ميلاد دولة، شكرا جزيلا لك لقمان. تحول إلى ضيوفي هنا في الاستوديو وكذلك في كامبريدج. أبدأ بالاستوديو أستاذ أو دكتور خالد المبارك، المستشار الإعلامي لسفارة السودان هنا في المملكة المتحدة. انطباعك الأول يعني الفيلم. والله هذا فيلم يعني فيه مجهود كبير وقدر كبير من الجدية في تناول القضايا واهتمام وثائقي بمقابلة مختلف المسؤولين. تمنيت لو أن كان أنه الفيلم كان له بعد آخر، يعني ما هو وجهة نظر شمالية أو حتى وجهة نظر من الشماليين الموجودين في الجنوب. هذه غابت تماما، وهذه يعني من وجهة يعني حسب ما أنا أعرف مزايا البي بي سي، أعتقد هذا نقص في الفيلم. ربما كان التركيز بشكل كامل على الجنوبيين وعلى مشاكل الجنوب كجنوب يعني، لكن طبعا ملاحظتك في محلها، وبالتأكيد الزميل لقمان أحمد يستمع إليك الآن. يعني مشاكل الجنوب، يعني مثلا عندما عرض التخلف في الجنوب والتدمير المباني المدمرة في الجنوب، الحرب الأهلية لم تدمر فقط الجنوب، الحرب الأهلية دمرت أيضا الشمال وأهدرت موارد الشمال على مدى يمكن نصف قرن، بحيث أنه التصوير كان في الجنوب. التنمية لم يتمكن السودان من أنه ينمي دارفور مثلا أو الشرق أو أماكن أخرى، وهناك قرى حتى في الشمالية يعني أيضا أهملت أثناء. فهذه يعني لتوازن الصورة أنه وجهة النظر الشمالية غائبة. طيب
الأستاذ وول ميار أريج، مندوب أو القائم بأعمال مكتب حكومة جنوب السودان في المملكة المتحدة. انطباعك عن الفيلم؟ شكرا. الفيلم واحد بيقول فيلم كويس، أنه الأستاذ لقماني اتنعلد المواضيع في التشالنجز في الجنوب حقيقة، ونشكره لهذا الصورة. however الشيء اللي انا ما شفته هو انه ما مشى اقاليم تانين، مثلا في البحر الغزال وفي العالي نيل، وفي برضه ما عمل تنوير في بعض المناطق مثلا او السكتس تانين، مثلا في البيزنسز ذا كونستراكشن الماشي في جوبا وفي الجنوب كله. هو التقى مع القائم باعمال او مدير هيئه الاستثمار. نعم، لكن لم يسحب للسوق يشوف العمارات اللي بيبنوه، وانه عايز اقول انه في الجنوب في تعمير على برايفت ليفل ولا حتى لمستوى المستوى الخاص بتاع الحكومه. برضه كان المفروض يكون في برضه ذا بالانس الحاجات التوازن في الحقيقه اون ذا جراوند. however انا بقدر اقول انه فيلم تمام، ومبسوط انه واحد يقدر يشوف التنويرات. شفت بعض الوزراء بتاعي الذين ساهموا، وبرضه بس داير برضه ملاحظه بدون ما داير برضه اقول انه يعني مهم برضه نحن كشعب السودان في الجنوب وحكومه الجنوب من منبر اخر شخص اخر يدين الروع زي ما لقماني عمله، فنشكره لذلك. طيب اتحول الى ضيفي الثالث الدكتور عبد الوهاب الافندي، استاذ العلوم السياسيه في جامعه ويست مينستر. دكتور عبد الوهاب، هل شاهدت الفيلم؟ نعم شاهدت. ما رايك؟ يعني في رايي جميل في هذه المرحله الفاصله أن نرى الجانب الإنساني والجانب المباشر بالنسبة لطبيعة حياة والإنسان الجنوبي والمعاناة التي يعني يواجهها من أزمة نقص الخدمات خاصة المياه والأشياء الضرورية، أيضا الخطط الموضوعة لمحاولة معالجة هذه القضايا. لكن أعتقد أنه في نقطة أخرى مهمة لمسها الفيلم لمسا، وهي أيضا الشعور الإنسان الجنوبي في هذه الفترة في هذه المرحلة بالتحرر، كما ذكرت السيدة التي ذكرت أنها يعني سعيدة بأنها الآن أصبحت حرة وتتطلع إلى دائما في ميلاد الدولة. ميلاد الدولة أصلا هو فيه هذا الجانب العاطفي السياسي، الشعور بالهوية، باستعادة الهوية، استعادة الاستقلال. وفي سبيل هذا قد يضحي المواطن ببعض الضروريات، لكن على أمل أن الحكومة الجديدة تتحرك بسرعة للوفاء بهذه الضروريات، وإلا سندخل في الدورة التي دخلت فيها الدول الأفريقية والعربية التي استقلت وفرح الناس بالاستقلال ثم واجهوا بعد ذلك الظروف الصعبة. على صعيد الفيلم دكتور عبد الوهاب، هل لك أي ملاحظات؟ يعني الدكتور خالد والأخ ميار أدليا بملاحظاتهما على هذا الفيلم، هل لك ملاحظات معينة؟ لا حقيقة، أي فيلم يعني لازم يأخذ وجهة نظر معينة ولازم يترك ويدخل، وهذا يعني حق فني لمنتج الفيلم. يعني أنا لا أرى أنه صحيح، لو أنا كنت عملت الفيلم كنت عملته بصورة مختلفة. كيف يعني جيد أن تذكر لنا كيف يمكن أن كيف لك أن تصنع هذا الفيلم لو كنت في مكان لقمان؟ يعني أنا كنت طبعا كسياسي كنت حركز، أو كباحث في العلوم السياسية كنت حركز أكثر على النواحي القضايا السياسية، وكنت يعني هو استجوب المسؤولين في حكومة الجنوب، لكن في رأيي كان أنه يجب أن يستجوب أيضا المعارضة والمنتقدين. صحيح أنه في أخ تكلم تقصد عن دكتور عبد الوهاب المعارضة، معارضة حكومة جنوب السودان؟ أي معارضة حكومة جنوب السودان والأشخاص اللي لهم آراء مختلفة، وأيضا السياسيين منا حتى يطرحوا رؤيتهم السياسية في طريقة الدستور واستيعاب كل القوى السياسية
وايضا استيعاب التعدديه في، لكن هذا هذه نقطه يعني لا تقدح في الفيلم. انا في رايي انه الفيلم عمل فني جميل وفيه لمسه انسانيه رائعه، ومحتاجين انه الناس في العالم الخارجي يعرفوا الانسان الجنوبي كما هو وكما يواجه مشاكله. اشكرك دكتور. اعود الى ضيفي قبل ان اخرج الى فاصل لموجز الانباء. يعني عندما دخلت الى الاستوديو وجدتكما جالسين معا لا تتحدثان مع بعضكما البعض. يعني استاذ ميار، هل قدم لك التهنئه بخصوص الاستقلال دكتور رخل؟ نعم، نحن قبل الفتره كنا في الاجتماع الساعه 12، فهو قال لي مبروك عليكم. فما فيش، اظن ان الموضوع معروف انه، وكما قلنا انه السلام الذي وضعت هذا الدوله هو انه مقبول على مستوى بتاع السودان كله من رئيس الجمهوريه. نعم، رئيسنا حتى الآن سيد عمر بشير. تقول رئيسنا حتى الآن؟ نعم، حتى الآن رئيسنا حتى الآن، حتى مع الدولة الجنوبية أعلنوها، وهو الآن رئيسنا بشير. ده حقيقة. نعم، كويس. وده حقيقة تاريخي برضو نقبل إنه حقيقة برضو إنه نقبل يكون في حد احترام مع البعض. فهو قال لي مبروك، فأنا طيب قبلت كلامنا. أيوة، إنه اليوم الساعة 12 كان في احتفال في جمعية الكومنولث في لندن، وذهبت وكان الأستاذ وول أحد المتحدثين، ورفعت يدي عدة مرات طالبا الفرصة، ولكن لضيق الزمن مدير الجلسة لم يمنحني الفرصة. وفي النهاية توجهت نحو بول ونحو الأخت سكينة داريو. نعم، وهنأتهما. جميل. وذكرت له أن ما قاله أعجبني، أنه ذكر أنه الرئيس البشير والرئيس الفكير ميرديت قال لا عودة للحرب. نعم، وأن الشريكين اللذين حققا اتفاقية السلام الشامل تصرفا بقدر كبير من الحكمة والنضج السياسي. طيب، أعجبني ذلك وهنأته على ذلك. طيب، اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا، هكذا اسمها، اتفاقية السلام الشامل، لكن يعني حسب كل المعطيات فإنها لم تحقق السلام الشامل، بل تركت ملفات ملغومة مثل أبيي، مثل جنوب كردفان. يعني من يتحمل مسؤولية فك هذه أو حل هذه الملفات؟ هذه ملفات سودانية، ويتحمل مسؤولية حلها السودانيون في الشمال وفي الجنوب، وللأسرة الدولية أيضا دور، لأن الأسرة الدولية اطلعت بدور كبير في تحقيق اتفاقية السلام الشامل. وأيضا الأسرة الدولية طبعا لها أكثر من وجه، كان هناك البعض في الأسرة الدولية لا يحبذون اتفاقية السلام الشامل، البعض كان يحاول يرغب في استمرار الحرب الأهلية في السودان. ولكن إذا عدنا، يمكن أعود للفيلم لهذه النقطة، يعني النقطة التي ذكرها العقيد فيليب ماغوير، اللي هي أنه يعني من ضمن الأشياء أنه الآن يجري مساعدة الجنوب، الجنوب يحتاج لمساعدات كثيرة، والشمال وعد بأنه يكون هناك مستعدا، ليس فقط للتهنئة وإنما أيضا لمساعدة الجنوب إذا احتاج لمساعدة في أشياء كثيرة. طيب، فيليب ماغوير ذكر، إذا سمحت، فيليب ماغوير ذكر أنه الانتقال من حركة حرب عصابات إلى جيش نظامي عنده قدر من الضبط والربط، هذه عملية غير سهلة، وهناك يعني قدر كبير من الأموال صرفت في التدريب، ولكن هذا طبعا حتى الآن لا يسير أيضا بالصورة المرجوة. لكنك دكتور خالد
لم تجبني عن مسألة الملفات الملغومة التي تركتها منها أيضا. تركتها اتفاقية نيفاشا، وربما سنعود إليها بالتفصيل. الأستاذ أريج، أيضا أريد أن أسمع رأيك في هذه النقطة بالذات، يعني لماذا تركت هذه الملفات، وهل تركها سيسبب مشاكل في المستقبل؟ نعم، أظن حيكون في مشاكل المستقبل إذا لم يحل هذا الملفات. وأظن السبب في ترك هذا الملفات هو تأخير تنفيذ اتفاقية السلام. وأظن الأخ مبارك كنا بالمعلومة أنه المواضيع اللايك هو أنه الإخوة في المؤتمر الوطني في الشمال لم يكونوا مستعدين لحلول هذا الملفات. لم يكونوا مستعدين. نعم، لحلول هذا الملفات. بالرغم إنه في الاتفاقية موقعين هم هذا الملفات يحلوا. فنحن نتمنى إنه عشان. يعني كل المسؤولية على الشمال. نعم، ما بنقول كل المسؤولية على الشمال، ولكن ممكن نقول إنه الطرف الآخر اللي هو الاسبيلم عمل ما عمله عشان يحل هذا المشاكل. المشكلة إنه لما تنتفق لازم تنفذ الذي أنت فقت عليه. فقت عليه. فدل دل 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 السبب كله. لكن أعود وأقول إنه الأخ بيتكلم عن المساعدة في الجنوب وفي السودان كله. نريد المساعدة الذي ولا التي نريده في السودان هو إنه يكون في سلام بين شمال وجنوب وبين أخاليم الأخرى في السودان، يكون في سلام. لأنه هذه كل المساعدات التي تريدونها. الذي يريد السودانيين هو أن يكون في سلام. إذا في سلام الموارد الذي موجودة في السودان في الشمال وفي جنوبه ممكن يعمر البلد في كل نواحي. فمشكلتنا أنت عندك شك أستاذ أريج أن سيكون هناك سلام؟ عايز أقول إنه الرئيسنا سلفا كير مياديد هو ليدر وقال لشعبه انه ما حنرجوكم للحرب. ونتمنى انه الرئيس بشير هول تو هيز اجريمنت انه برضه يكون في سلام وكما قبله في السي بي اي. دكتور عبد الوهاب الأفندي، يعني أريد أن أسمع رأيك في هذه النقطة، يعني منذ توقيع اتفاقية نيفاشا حتى التقرير استفتاء تقرير المصير كان هناك سنوات، يعني حوالي 6 سنوات أو أكثر قليلا لم تنفذ الاتفاقية بالحرف الواحد كما جاءت في أوراقها، كما جاءت في نقاطها. يعني على من المسؤولية في ترك ملفات ملغومة؟ يعني حقيقة يخيل لي الإشكال الأكبر كان هو التعامل مع موعد الاستفتاء وموعد الانفصال كموعد مقدس. كان الأولى أن يعطى وقت، يعني السودان هو في نهاية الأمر أيضا بلد عالم ثالث، و الإدارات في الشمال والجنوب معا لم تكن بالكفاءة المطلوبة، ولهذا كان يعني وكانت أيضا وفاة العقيد جو جارينغ أثرت في بعض التطورات، فكان يجب أن يعطى هذه الأشياء وقت. يعني مثلا الانتخابات تأخرت عام كامل عن موعدها، الإحصاء تأخر أيضا أعوام، ولم يتم بالصورة المطلوبة. كان كل هذه الأشياء يجب أن تعطى وقتها، وكان هناك طلب من كثيرين منهم حتى الإدارة الأمريكية أن يؤخر موعد الاستفتاء 3 سنوات. لكن في ذاك الوقت كان أصبح هناك تعبئة في الجنوب بحيث أن الحركة الشعبية نفسها لم تكن تستطيع أن تتحكم في هذا. فيما يتعلق بالمسؤولية عن حل المشاكل، حتى الآن لجنة حكماء أفريقيا التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي ظلت تقوم بمجهود، يعني أنا وصفته في آخر مخاطبة لي مع أحد المشاركين، فطبعا أنا أتشرف بأنه أنا أساعد هذه اللجنة، أنه عمل سيزيفي، يعني كل ما هم يعملوا شيء كل ما يخلصوا شيء تقوم لهم شيء آخر. يعني مثلا
كانوا هم شغالين على ملفات الأشياء العالقة على الحدود وغيرها، لكن تتفجر أزمة أبيي فيضطروا إلى أن ينفقوا وقت طويل جدا جدا في هذا القضية. تتفجر جنوب كردفان يضطروا إلى أن ينفقوا وقت إذن طويل. إذا عمل الاستعجال في يعني إجراء الاستفتاء والانتخابات أثر على كل هذه الملفات بالسلب، هكذا أفهم منك دكتور عبد. صحيح. نعم. طيب دعونا فقط نتحول إلى شمال دارفور، ومعنا من هناك صلاح محمد سليمان. هل تسمعني صلاح؟ نعم أسمعك جيدا. طيب صلاح، يعني ما هو شعورك وجنوب السودان قد انفصل عن شماله؟ بالرغم من الحزن الذي يعمر السودان في هذه اللحظات، إلا أنني أحني أخواننا في جنوب السودان لاستقلالهم المجيد، وهذا نتاج لمظالم طويل امتد لعقدين من الزمان نتيجة اللزوم الذي أعتقد أنه كان متعمد من قبل الحقب التي حكمت السودان. كان هناك فرصة لكي يكون السودان دولة موحدة، إلا أن سياسة حكومة السودان لم تكن مشجعة، وبهذه الطريقة يتقسم السودان إلى دويلات، منها دارفور وشرق السودان والبلو نايل وجبال النوبة. يعني هذه توقعاتك أستاذ صلاح، أن يعني سيناريو التقسيم سيطال مناطق أخرى في السودان غير الجنوب؟ سيطال بالضبط، لأن الفرصة كانت مواتية يعني أن يكون السودان موحد، لكن خلال الخمس سنوات لم تكن هنالك خطوات ملموسة أن يعني تكون هنالك وصلة جاذبة. والآن كما تتابع النزاع في منطقة عبيي ونزاع في منطقة جبال النوبة، وأيضا في مشاكل ما زالت عالقة في دارفور، مفاوضات الدوحة لم تأتي بنتيجة إلى هذه اللحظة. بهذه الطريقة نتوقع أي شيء ممكن يحصل مع بعض التاسع الميلادي. نعم، أشكرك جزيل الشكر صلاح محمد سليمان من شمال دارفور. دكتور خالد المبارك، استمعت إلى ما يقوله صلاح وهو من دارفور، يعني سيناريو التقسيم أو التجزئة لما تبقى من السودان من الممكن أن يتكرر في مناطق أخرى منها دارفور كما يقول، يعني هذا مستبعد أنه يتكرر في مناطق أخرى، لأنه حتى في دارفور الأصوات التي تنادي بانفصال معزولة ونادرة وقليلة للغاية، ولا تجد سندا في الارض يعني على الارض بين الشعب. لكن اذا سمحت ارد على بعض ما ورد في تفضل. يعني بعد وفاه الدكتور جون غرانغ في الجنوب الحركه الشعبيه، الدكتور جون غرانغ كان وحدويا، واتفاقيه السلام الشامل نفسها كانت تدعو الى وحده السودان. الحركه الشعبيه غيرت من الوحده الى الانفصال بدون عقد مؤتمر ولا بدون أي إجراءات حزبية داخلية، وعبأت الناس في هذا الاتجاه. وبعد وفاة الدكتور جون غرانغ تعطل الجدول في التنفيذ. عام 2007 عندما زرت مع بعض الإعلاميين الدكتور رياك مشار في مكتبه في جوبا، قال لنا أنه ما تنفذ 90%، وبعد ذلك ما تبقى شهدنا جميعا انه الاستفتاء يعني كان اخر المراحل في التنفيذ. فليس سليما ان يقال انه لم تنفذ اتفاقيه السلام الشامل، نفذت ولكنها تركت يعني ملفات هي يعني تهدد حتى علاقه البلدين الان، شمال السودان او جمهوريه السودان وجمهوريه جنوب السودان. نفذت، ولكن نقول انه لم يتم التنفيذ بالصوره المرجوه. ربما أحد الأسباب أنه أن التبشير بالاتفاقية بعد توقيعها في جولات مثلا يعني لم يتم بالصورة التي كان مخططا لها. من ناحية أخرى الاتفاقية نفسها لمن شاهدها هي مجلد، ومجلد يعني مخطط بالدقة وبتواريخ محددة، وهذه اختلت بعد وفاة الدكتور جون غرانغ وبعد تغيير الحركة الشعبية من خطها من الوحدة إلى التعبئة نحو الانفصال.
طيب هذا ما يجعلني أتحول إلى الأستاذ وول ميار أريج. يعني مشروع السودان الجديد الذي نادى به الراحل الدكتور جون غارانغ، البلد الذي يتساوى فيه جميع السودانيين بغض النظر عن العرق والدين، يعني من المسؤول عن وأده؟ عودة نقول أو أرد للكلام الأخ عمر قاله إنه خالد دكتور خالد إنه الموضوع أن السودان الجديد وأن الوحدة هو إنه الجزء الثاني أو طرف الانتفاكية لم أو حكومة وحدة وطنية لم يجعل وحدة جاذبة وحاذا في التصرفات. طب احنا نسمع هذا التعبير كثيرا، ماذا تعني الوحده الجاذبه؟ يعني الوحده الجاذبه بالنسبه للشعب الجنوب الاختيار كان مش للاسفيلم فانما للشعب، فهل بالنسبه للشعب انه كان الوحده اصبحت جاذبه للفتره الخمس الست سنين بتاعت فتره الانتقال بتاعت فتره الانتقاليه ام لا؟ فاعتقد لشعب الجنوب انه الوحده اصبحت غير جاذب واختاروا الذين يختارون. هذا ليس لحركه شعبي ان يعني يقول انتم لا تتصوروا ما حيكون ديكتيشن، فالشعب الجنوبي اختار الذين ما يريدون. وهذا برضو هي في اطار الحقيقه ان السودان الجديد او الوحده الوطنيه اذا كان انه ما قدرنا نتوحدوا فعايزوا يختار الذي يراه وياخذ حقوقه زي ما الشعب الجنوبي قرر. طيب. هذا فليس قرار الحركه الشعبيه. دكتور عبد الوهاب الافندي، هل وفاه الدكتور جون غارانغ يعني كانت مرحله او نقطه مفصليه في التحول عن الوحدة والإسراع في طريق الانفصال بالنسبة للجنوب؟ يعني إلى حد ما، لكن ربما لو كان العقيد جون غارانغ حيا ربما حصل الانفصال بصورة أسرع. المشكلة ليست في شخص معين وإنما في تطبيق الاتفاقية نصا وروحا. يعني صحيح أنه بعض الأشياء الشكلية من الاتفاقية نفذت، لكن التوافق والتناغم بين الحركة الشعبية وبين شريكي الحكم والمؤتمر الوطني لم يكن واقعا. ولم يشعر بأن لم يشعر الحركة الشعبية بأنها هي شريك فعلي في الحكم، وبالتالي لم يشعر الجنوبيين بأنهم شركاء في الوطن. كما جاء في الفيلم دكتور عبد الوهاب زميلي لقمان يعني استخدم عبارة أو مصطلح الشراكة الخشنة. صحيح، يعني كانت هناك خلافات وكان يعني المؤتمر الوطني يستخدم يعني قوته ونفوذه في أن يفرض بعض الأشياء، مثلا فيما يتعلق بقانون الأمن الوطني والإحصاء والانتخابات وأشياء أخرى، مما جعل الجنوبيين يشعروا به. هناك نقطة أخرى طبعا تعود إلى دارفور من ناحية والمجتمع الدولي من ناحية أخرى، أنه كان يجب الفيلم الذي أورده الأخ لقمان يشير إلى أن البنية التحتية في الجنوب يعني تكاد تكون في وضع ضعيف جدا. هذه الفترة الانتقالية كان مفترض أن يتم فيها استثمار قوي جدا في المياه، في الخدمات، في الصحة، حتى يشعر المواطن الجنوبي بأنه حدث تغيير في حياته في إطار السودان الواحد. هذا السبب هذا لم يحدث، اولا لان المبلغ الاربعه بلايين ونص او سبعه من عشره اللي تبرع بها المجتمع الدولي لم تصل بسبب العقوبات التي ظلت مستمره على السودان ايضا بسبب دارفور. والسبب الثاني انه اين الحكومه الفدراليه لم تتحرك، انما اعطت حكومه الجنوب نصف عائدات النفط وتركت عليها كل قضايا التنمية هناك، لكن حكومة الجنوب لم تكن قادرة لأنها يعني كانت تحتاج إلى هذه المبالغ في تسيير عملها اليومي ودفع المرتبات، ولهذا لم يحدث أي استثمار ولم يحدث أي تنمية. هذه هي المشكلة الأساسية. طيب
طيب انا اتحول اليك يعني في كل الاحوال دكتور خالد المبارك، لكن يعني لدي سؤال مختلف، اذا كنت تريد ان تعلق تفضل بسرعه. اذا سمحت الله بسرعه طب. لانه الحركه الشعبيه كانت تنفرد بحكم الجنوب، وكانت تشارك في الحكم ايضا بنسبه عاليه في المركز، والاموال التي استحقتها الحركة نالتها بالكامل. المسؤولية عدم التنمية في الجنوب ماذا يعني؟ هناك عدد كبير جدا من الباحثين الذين سافروا للجنوب وقالوا إنه ما حدث في الست سنوات إنه هو يعني سوء إدارة للموقف في الجنوب، وسوء إدارة لإنفاق الأموال، وقدر كبير جدا من الفساد، وقدر كبير جدا من الإهمال في أشياء كثيرة جدا جدا. فهذه هي النتيجة. طيب. يعني مفهوم مفهوم، لكن ما أريد أن أسألك عنه دكتور خالد، الخرطوم الآن اعترفت رسميا بالدولة الجديدة، الرئيس البشير من المفترض أن يحضر احتفالات إعلان استقلال الجنوب في جوبا، يعني كيف يمكن فهم ذلك ونفس الرئيس البشير قبل عدة أيام من مسجد النور على ما أعتقد في الخرطوم عقب عودته من الصين كان يلوح يعني بالحرب؟ طبعا هو كان يعني يقصد المشاكل الجارية حاليا في جنوب كردفان، لكن طبعا أنت تعلم بأن شرارات الحرب تنتقل من مكان إلى آخر بسرعة جدا في السودان، كيف يمكن فهم ذلك؟ لا، الرئيس البشير لم يكن يلوح بالحرب، هو الشخص الذي وقعت في عهده اتفاقية السلام الشامل، وبدفع منه شخصيا يعني ورسميا، وهو الشخص الذي سافر للجنوب قبل أيام من الاستفتاء وطمأن الإخوة الجنوبيين إلى أنه لا عودة للحرب، وبعدين هو أيضا رجل عسكري ورأى الحرب وخبر الحرب واشترك في الحرب في داخل السودان وخارج السودان، ويعرف معنى السلام، وقد قال في مناسبات كثيرة أن السودان قد جرب الحروب، وأنه حتى عندما هناك يعني اتضح أن هناك مجازفة في أنه الجنوب قد ينفصل، أصبح أنه خيار السلام هو الأفضل. فيعني لم يكن يلوح بالحرب بأي حال من الأحوال. تحدث عن احتمالات. نعم، عن جنوب كردفان تحدث عن إمكانية خوض حرب في بسبب التمرد الحادث، ما سماه تمردا في جنوب كردفان. ما حدث في جنوب كردفان إنه في مايو الماضي كانت هناك انتخابات، وهذه الانتخابات كانت أيضا يعني استيفاء لاتفاقية السلام الشامل، فاز فيها مرشح المؤتمر الوطني، ولكن الأستاذ عبد العزيز الحلو لم يقبل ذلك، وقبل ظهور النتيجة قال بصراحة إنه إذا لم يفز إنه سيهجم، يعني إما النجمة أو الهجمة، وفعلا حدثت الهجمة. الانتخابات حدثت برقابة دولية. نعم. كان هناك مركز كارتا. قبل أن ندخل في التفاصيل في وجهات أخرى. يعني لا، هذه الآن مهمة. هناك توتر، يعني ما نراه الآن هناك توتر في جنوب كردفان، هل يمكن أن ينتقل هذا التوتر أو يتسبب هذا التوتر في يعني حرب شاملة تمتد إلى الجنوب؟ لا، الحكومة السودانية ليست لديها أي رغبة في ذلك. هل تشعرون بقلق؟ إذا كانت هناك انتخابات وشخص رفض نتيجة الانتخابات التي يعني نفذت برقابة دولية وبدأ بإطلاق النار، لا يتوقع أن تقدم له هدايا. أستاذ والميار، هل تشعرون بقلق مما يجري في جنوب كردفان؟ أنا عايز أقول حاجة، إنه بالنسبة للسودانيين وبالنسبة لرئيسنا بشير، حتى الآن أنا قاعد أقول إنه بشير رئيسنا حتى الآن، لأنه الجنوب ليس على الدولة إلا بكرة، عايز نقول الخيار الوحيد في السودان هو خيار السلام. وإذا الإخوة في المؤتمر الوطني ورئيسنا إنه حتى الآن احتفظنا بالسلام بعد الانتفاقية، فلماذا الحرب؟
في هذا المناطق، في أبيي وفي كردفان وماشي. فأنا لسه كمواطن سوداني وعايز أشيد ستيل للرئيس بشير إنه لما تعطي الخطوة أحسن تنتهي من الخطوات. نعم. فجاب السلام في السودان، فنتمنى نفس الروح ونفس الروح بتاع رئيسنا برضه في الجنوب سلفا كير، يمشي مع بعض يحققوا السلام في ربوة السودان كله. طيب. لأن الدول السلام في الشمال بيعني السلام في الجنوب، والسلام في الجنوب برضه بيعني السلام في الشمال. طيب. معنا عبر الهاتف سيدة أنيسة تراب طنبرة من الخرطوم، وهي برلمانية سابقة في الجنوب. سيدة أنيسة، ما هي مشاعرك الآن والجنوب سيعلن دولة مستقلة غدا؟ سيدة أنيسة، هل ألو بي بي سي؟ نعم سيدة أنيسة، أنت على الهواء. أنا سألتك عن مشاعرك. أولا أشكر. طيب تفضلي سيدة أنيسة، أكرر السؤال. أشكر بي بي سي. نعم. نحن الليلة كجنوبيين في يوم عظيم جدا، ويوم استقلال الجنوب. وأنا حقيقة قيادية من قيادات الجنوب، وقعدت في الشمال وعشت مع الشماليين وأخواننا الشماليين. هو شيء حقيقة شيء مؤسف جدا إنه البلد يتقسم على اثنين، لكن ده قدرنا كده، لأنه إحنا قعدنا 55 سنة. الحرب بتاع جنوب كان 55 سنة، إحنا ولدنا أيامنا في حرب وولدونا في حرب، ولقينا حرب مستمر قدامنا. وبعد ذلك قلنا يا أخواننا في شنو بيحصل؟ إحنا ما سودانيين. ففي حلقة مفقودة من أخواننا العرب، وأنا كنت داير أقول الكلام ده. دائما الناس بتنظر لقضيه الجنوب هي قضيه يعني ما مفهومه، لكن الليله جات الوقت انه اخواننا في الدول العربيه لازم يعرفوا انه قضيه الجنوب زي ما قال الوزير يوم من الايام انه قضيه الجنوب قضيه جونجر، ما ضد الاسلام ولا ضد الاوروبه، لكن احنا قضيتنا ككتله سوداء او كسودانيين كويس في السودان. نعم. خلينا نقول الحقيقه، جات الوقت الناس تقول الحقيقه، ما في زول بيس كلام في قلبه. الشعب الجنوبي ده، انا ولدت في الحرب وولدت يعني في الحرب، والليله جات اليوم انا اتكلم، انا تعانيت وانا قعدت يعني حتى يعني عندي جيران شماليين ناس طيبين جدا. طيب الشعب سيدة أنيسة هل تعتقدين بان هذه الخطوه ستحقق السلام بين الشمال والجنوب؟ بالمناسبه يس، ممكن السلام ممكن تجي، السلام ممكن تجي، لكن ليه الناس ما تقعد تسمع بعض؟ ما ممكن 50 سنة ما ممكن أطلع الوطن الواحد ما يسمعوا بعض. لو كنا سمعنا بعض من 55 كان ما حصل الليلة انفصال الجنوب. لكن الجنوبيين لما شافوا كده، حتى المرأة وراجل في البيت مصر بسيط، لما توصلوا في حد مسدود بيقولوا طلاق، لكن بعد الطلاق ما حلنا. طيب سيدة أنيسة، لو تسمعينني، هل أنت في الجنوب الآن؟ وإذا كنت في الجنوب، هل تركت أصدقاء لك ومعارف في الشمال؟ الغريبة أنا بتكلم معك يا أستاذ، أنا في الخرطوم، أنا لسه في الخرطوم ما مشيت، وأنا قاعدة في الخرطوم في أمن وأمان. لكن شنو، أنا الليلة شاهدت لي في تلفزيون الجيش نزلهم بيبكوا الشماليين والجنوبيين. امبارح في جزيره برضه نزلوا ضباط اساكر جنوبيين كلهم حضروا بعض وبكوا. شيء محزن جدا. لكن انا اقول للصفوه والقاعده واصحاب القرار في السودان، الخطا زي دي ما تحصل ثاني في السودان، كفايه جنوب مشت ما تخلوا الباقيين يمشوا. انتوا اعترسوا من يعني الجنوب تقبل لكم درس. الخطا دي ما تحصل ثاني، لانه اذا كان جنوب مشت في ناس ثانيين برضه حيقولوا ماشيين، ليه جنوبيين مشوا احنا ما مشينا ليه؟ يلا بالتالي انا عندي رساله للحكومه في الخرطوم انه الخطا دي ما تحصل، وانا بحترم رئيسنا عمر بشير. نعم.
قاتلة في فترة طويلة جدا. أنا بحترم والليله مشى في بلدنا ومشى يعني يحضر الألم. طيب. ده شرف كبير والراجل ده بنحترمه كجنوبيين لأنه هو الرئيس الوحيد قرر أدى الجنوبيين حقهم الحق. أشكرك. يوقف. أشكرك أشكرك سيدة أنيسة من الخرطوم وأنت جنوبية وأبقى في الخرطوم. ينضم إلينا الآن من هناك الدكتور عبد اللطيف البوني أستاذ العلوم السياسية والمحاضر في الجامعات السودانية. دكتور البوني يعني هل كانت اتفاقية نيفاشا، أعود إلى هذه الاتفاقية، أشبه بالمسكن الذي لم يفلح في حل جميع المشاكل بين الشمال والجنوب من وجهة نظرك؟ والله في تقديري أن اتفاقية نيفاشا كانت مرحلة من مراحل تطور العلاقة المأزومة بين الشمال والجنوب. لا أعتقد أن نيفاشا كانت هي السبب المباشر للانفصال، وإن أعطت حق تغيير المصير، ولكن المطالبة بالانفصال بالنسبة لجنوب السودان مطالبة قديمة منذ استقلال السودان، بل حتى قبل استقلال السودان بعام في أغسطس 55 حصل أول عصيان على الدولة السودانية ورفعوا شعار الانفصال في مؤتمر المائدة المستديرة 65. هناك أيضا من نادى بالانفصال وهناك من نادى بالكونفدرالية والقريب منهم نادى بالفدرالية المرحوم ويليام دين. نيفاشا أعتقد أنها وضعت هذا الأمر في حيز التطبيق، فهي ليست المسؤولة عن انفصال الجنوب بقدر ما هي في نفس الوقت، ولكن هي التي مهدت هذا الطريق أو كانت أعطت الخطوة المباشرة لانفصال الجنوب. طب دكتور، يعني البعض يقول بأن من يسمون بمعسكر الصقور داخل الحزب الحاكم في شمال السودان داخل حزب المؤتمر ربما يدفعون باتجاه التصعيد مع الجنوب لتعويض ربما الخسارة المعنوية ورفع الروح المعنوية لدى الشماليين الذين يشعرون بأنهم فقدوا جزءا عزيزا من الوطن، ما رأيك؟ التصعيد يعني يكون التصعيد بعد الانفصال؟ نعم. أعتقد أنه لا فائدة منه الآن، يعني الآن الجنوب انفصل وبعد ساعات سيعلن قيام الدولة، يبغى بعد ذلك أقصد تصعيد التوتر مع دولة جارة، أقصد تصعيد التوتر للوصول إلى حالة من النزاع المسلح ربما، هكذا يقولون. لا أعتقد أن هنالك عاقل أو حتى صغور المؤتمر الوطني وحتى صغور الحركة الشعبية أيضا بها صغور، لا أعتقد أنهم يريدون الحرب الآن على الأقل في هذا الوقت بالذات، لأن الحرب ضررها واضح بالنسبة للدولتين سواء كان القديمة أو الجديدة. فأعتقد التوتر الباين الآن لأنهم ما زالوا في مرحلة التفاوض، هناك كثير من القضايا العالقة وبالتالي بيرفعوا في السقف لمزيد من المكاسب سواء كان عن الحدود سواء كان قسمة النفط سواء كان الديون أو هكذا. لكن لا أعتقد أن هنالك رغبة أو اتجاه نحو الحرب سواء كان في الشمال أو في الجنوب. نعم، أعود إلى ضيفي الأستاذ وول ميار أريج. هل هناك يعني هناك من التحديات الداخلية الكثير والكثير لديكم في جنوب السودان، ما هي هذه التحديات وما أهمها؟ هل هي البطالة؟ هل هي نسبة الأمية؟ هل ربما تمرد بعض الجماعات المسلحة ضد حكومة جنوب السودان؟ في أي دولة of course لازم يكون في مشاكل بسيطة، فهذا يعني أنه في interests أي زول أي قطعة من الكيك طبعا ده معروف، لكن حقيقة واحد يقدر يقول أنه نشوف هذا مشاكل من منبر بتاع أنه ما هي القرار المواطنين الجنوبيين قرروا self determination 99%، وبرضو انتخبوا حكومة
وينتخبوا البرلمان. فإذا أي رجل أو شخص الذي يريد أن يعرض، لماذا لم تفعل هذا عبر الطرق الديمقراطية؟ لأن الآن أصبحنا جنوب هيبقى دولة ديمقراطية. إذا عندك فكرة أكثر من النظام الحاكم فلديك حق تمشي للشعب وتنبي سياساتك وتقدر تنتقد وتغير الدستور أو البلد مما تشي، لكن بشكل ديمقراطي ودون أي ملاحقات أمنية. So أنا عايز أقول إنه للإخوة في الجنوب أو لإنه نعم في مشاكل داخلية، وهذا مشاكل داخلية في كتر رسلينج وبين القبائل، ومش ده طبيعي زمان، لأنه أساسا قبائل رعوية، نحن مكونين من قبائل رعوية، وقبائل إنه حاجة بتعد إنه الرسلينج بين القبيلة للقبيلة عادي، لأنه ده الوريوس يعني ده الطبيعة بتاع يعني إذا لا تخيف هذا المشاكل، هذا شو تام لا يخيفنا، هو إنه حيكون في على مدى قصير يعني. نعم إنه وده في انضباطات من ناحية القانون the rule of law، ومن ناحية إنه يكونوا في الأمن تدريب البوليس كما وزير الداخلية جنرال غير has done and he has mentioned. So في improvement من هذا النحو. نعم. طيب دكتور خالد المبارك، في الفيلم أيضا القائد العام للجيش الشعبي يتحدث عن مصير الجنود، ألاف الجنود من 30 إلى 50 ألف جندي من الشمال موجودين حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، هؤلاء الذين حاربوا مع الحركة الشعبية ضد الجيش السوداني. القائد العام للجيش الشعبي يقول إن مصير هؤلاء في يد الخرطوم. لكن الحركة الشعبية كانت لديها فرصة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل وبنص اتفاقية السلام الشامل لإعادة التدريب والتسريح وإعادة الدمج في الحياة المدنية، بالإضافة إلى الذين يتم اختيارهم للاستيعاب في القوات المسلحة السودانية في الدولة الأم. الحركة الشعبية لم تفعل ذلك، بل إنه المفوضة الخاصة للاتحاد الأوروبي للسودان ذكرت للبرلمان البريطاني أنه منذ فبراير الماضي الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان وبعض المانحين طلبوا وضع حد لبرنامج الدمج وإعادة التسريح وإعادة التدريب، وهذا طبعا يعني شيء ما كان ينبغي أن يحدث، لأنه وكان هناك مؤتمر في أكسفورد قبل في مايو الماضي، وذكر فيه الجنرال سيمبويو وخاطب وزير من حكومة جنوب السودان نيال دينغ نيال، قال تبقى لكم كم أسبوع، ماذا ستفعلون مع هؤلاء؟ متى ستدربونهم؟ متى ستوفقون أوضاعهم؟ وهذا لم يحدث في مسؤولية كانت الأموال كانت هناك موجودة. يعني هؤلاء وقعوا بين فكي الكماشة، يعني حاربوا معكم أو حاربوا مع الحركة الشعبية، والآن الحركة الشعبية تخلت عنهم ويلاحقهم الجيش. بل أكثر من ذلك، زعيمهم طيب. زعيمهم تلفون كوكو معتقل الآن، هو معتقل سياسي طيب. في الجنوب بدون طيب. محاكمة. طيب تفضل، ولكن في عجالة لأن لدي اتصال. تفضل. نعم. الحقيقة طبعا كان في جيشين بعد اتفاقية السلام، إنه إذا يا تنضم للجيش الشمالي أو تنضم للجيش أسفل في الجنوب من قبل الميليشيات. الذين اختاروا يضموا للجنوب استوابهم. الذين ظلوا مع الجيش الشمالي قالوا حتى آخر المطاف، برضو بنقول إنه الحكومة الجنوب
مستعيد انه الذين في الجيش حينظموهم، الذين كان في يناي حيستوعبوهم، العاملين في شمال حيستوعبوهم، كان في الجيش يستوعبوهم، وحدوك في الجيش حيدور اختيار اذا دار يعمل دي دي ار يعمل اعمال اخر مسموح. طيب ما فيش اشكال. هي اتحول الى الخرطوم، ومعي من هناك الصحفي والاعلامي فيصل محمد صالح. استاذ فيصل، كيف تبدو الخرطوم الليله؟ والله تبدو هادئة، يعني ليس هناك ما يعكس صفوها، ولكن بالتأكيد أن هناك حزن مكتوم يعبر عنه الناس. أنا استقبلت عدد من الرسائل النصية في الموبايل كلها تعبر عن أحزان بتاع أشخاص مهمومين، يعني لعل هذه في هذه الليلة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير. ولكن أعتقد أنه تيار الحزن عام، ولكن بالتعبير عنه بشكل هادي وبشكل سلمي، ولا أتوقع شيئا يعني أي في أي شكل من أشكال العنف أو الصدامات غدا. ربما يعني يسود هذا الشكل، وربما يلجأ بعض الناس في التعبير عن الحزن بلبس الإشارات السوداء وغيره، لأن أعلم أن هناك شباب يخططون لهذا، لكن أظن أن المسألة لا تتجاوز هذا الحد. طيب أنت كمواطن سوداني في الشمال أستاذ فيصل، يعني فهمت من كلماتك بأنك تشعر بحزن، يعني طب لماذا هذا الحزن؟ بالتأكيد حزن لأن وطني صار مقسما، يعني أنا أنتمي لكل هذا السودان. طيب هل هذا التقسيم الكبير العريض، هل هذا التقسيم كان مفاجئا؟ ألم يكن متوقعا؟ بالتأكيد هو متوقع، لم يكن مفاجئا، لم نقل أنه مفاجئا، وتم عبر خطوات محسوبة منذ الاستفتاء في يناير، ولكن هذا لا يمنع الإحساس بالحزن. أنا أقبل بالنتيجة، أنا لست حتى معارض لاستغلال الجنوب، أنا أقبل وأتفهم رغبة الجنوبيين في الاستغلال وأحترم هذه الرغبة وأدعم حقهم في تغيير مصيرهم وكذلك، ولكن في نفس الوقت هذا لا يمنعني حقي طبعا كإنسان وكبشر في الحزن. فليس هناك تعارض بين الإحساس بالحزن وبين القبول بالاستفتاء والقبول بحق الجنوبيين في إنشاء دولتهم المستقلة. أنا أعتقد أنها مشاعر يمكن أن تتعايش مع بعضها البعض. نعم، أشكرك جزيل الشكر فيصل محمد صالح الكاتب والإعلامي السوداني، كنت معي من الخرطوم. وتحول من جديد إلى دكتور عبد الوهاب الأفندي في كامبريدج. دكتور عبد الوهاب، يعني التحديات التي تواجه الجمهورية الوليدة في نظرك ما أهمها؟ يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، نقطة تعليق بسيطة على النقطة التي أثرتها أنت وسأل الأخ فيصل عن شعور الفقد. كنا قبل في يناير الماضي نناقش هذه القضية في الدوحة، والأخ الوالدين دكتور الوالدين اللي هو وزير النفط الحالي وهو من الحركة الشعبية قال نكتة تشبه الفكاهة، أنه يجب أن يفرح السودانيون الآن لأنه السودانيين أصبح عندهم دولتين بدل دولة واحدة. وهذه النقطة يعني قد تبدو فكاهة، لكن إذا كان السودانيين فعلا استطاعوا أن يتعاملوا مع بعضهم بشيء من المودة والتقارب، وأنه أصبح الدولة التي في الجنوب لها انتماء إلى مواطني الشمال وأيضا مواطني الجنوب لهم انتماء، فيصبح إذن هذا كأنه عائلة كبرت وأصبح لها منزلين بدل منزل واحد، ولا يضر هذا الشيء. إذا جئت إلى التحديات في الجنوب، أنا أعود إلى ما قلت أولا من أن التحدي الأكبر هو التحدي السياسي، وهذا هو للأسف ما يعني يوضع تحت الطاولة أو تحت البساط كما يقال في المثل الإنجليزي. هناك صحيح أنه الجنوب ليس الآن حتى الآن ليس دولة ديمقراطية، كما أن الشمال ليس دولة ديمقراطية. الحركة الشعبية هي حركة مسلحة، ورئيسها هو قائد الجيش، وهو الذي حتى الآن ظلت الحركة تحكم بالسلاح أكثر مما تحكم بصورة أقل مما يحصل في الشمال، لكن ما يزال هناك يعني شيء من الأوتوقراطية. أنا في نظري أنه يجب أن تواجه الحركة الشعبية تحدي الديمقراطية بشجاعة وبسرعة، ولا تعمل ما عملته الدول الأفريقية الأخرى التي استقلت، والقيادات التي يعني حملت لواء الاستقلال استأسدت وأصبحت تسيطر وتهيمن على الأوضاع ولا تسمح للآخرين. طيب يعني كلهم صوت. طيب دكتور عبد اللطيف البوني في الخرطوم، مجددا
التداعيات التي يمكن أن تنشأ عن انفصال الجنوب بالنسبة للشمال؟ كثيرة أعتقد أنها. أولا سيكون هناك نقص كبير في الموارد أو في النقد الأجنبي، لأن السودان في الفترة الأخيرة ظل يعتمد على البترول، والآن 70% من البترول ذهب إلى الجنوب. ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين القطرين يمكن أن أخفف بعض الشيء. قد انفصال الجنوب قد يغري الحركات المسلحة أيضا في مناطق أخرى، بالذات في دارفور. قد تفكر أيضا في مسألة بتاعت مبدأ تغيير المصير. وكذلك هنالك أيضا تخفيف أيضا، ربما يعني الجنوب قد ذهب بموارده ولكنه أيضا ذهب بمشاكله، سيكون الصرف على الأمن أقل مما كان عليه أعتقد، لأن المساحة الآن قد تغلصت. أعتقد أن هنالك أيضا فرصة لترابط بعض الأجزاء ما تبقى من السودان أن تترابط أكثر مما كانت عليه من قبل. فالباب مفتوح للإيجابيات ومفتوح أيضا للسلبيات. هل يمكن أن يتسبب الانفصال، انفصال الجنوب، في زيادة السخط الشعبي على حكومة الرئيس البشير، وبالتالي ربما يعني تنضم السودان إلى الربيع العربي؟ أعتقد أن المعارضين أصلا لحكومة البشير يحملونها هذه المسؤولية، ولكن بشيء من التبصر ومن التعقل الانفصال حقيقة هو مطلب جنوبي يعني، والآن الذين يسعد به الذين يسعدون به هم الجنوبيين. فأعتقد أن حكومة البشير لا تتحمل وحدها الوزر الأكبر في انفصال الجنوب. فالواضح جدا بالنسبة لكثير من الشماليين أن رغبة الجنوبيين هي الانفصال، لأنه تم عن طريق استفتاء، وإلى حد كبير أو نتيجة الاستفتاء واضحة بما فوق 90% أنهم اختاروا الانفصال. نعم. طب دكتور خالد المبارك، الرئيس البشير قبل عدة أشهر أعلن أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر محسوم في شمال السودان بعد انفصال الجنوب، هل سيمضي فعلا الرئيس البشير في هذه هو فعلا يشير لأنه اتفاقية السلام الشامل نصت على دولة يعني الجنوب والشمال بنظامين مختلفين، وفعلا اتفاقية السلام الشامل في حياة وموافقة الدكتور يون غرانغ هذا هو ما حدث. طب يعني بعد الانفصال هل ستطبقون الشريعة؟ بعد الانفصال ستكون هناك مراجعة للدستور وكل الخيارات مفتوحة طبعا يعني بما فيها تطبيق الشريعة. ليه؟ كل الخيارات مفتوحة بما فيها الشريعة، لكن هذا أمر متروك طبعا للمراجعة. ستكون هناك الآن مشاورات حول الدستور، ولكن كلام الرئيس البشير كان لموضوع دولة بنظامين. بالنسبة إذا سمحت يعني نقطة، طب قبل أن ننتقل فقط يعني ما دمنا نتحدث عن الدين، يعني هل هناك لديك أنت كشمالي مخاوف على مسلمي الجنوب؟ هناك مخاوف كثيرة، لأن الشماليين في الجنوب صودرت أموالهم وممتلكاتهم وعوملوا معاملة سيئة، والحركة الشعبية رغم أنها يعني تعهدت في اتفاقية السلام الشامل بأن يعني تعيد لهم ممتلكاتهم هذا لم يحدث. عن أيام الحرب؟ أنا قابلت أكثر من تاير. تتحدث عن أيام الحرب أم عن الوقت الراهن؟ لا، بعد ما انتهت الحرب. بعد ما انتهت الحرب كان مفروض حتى في خلال الست سنوات وكثيرون منهم يعني يهددون الآن برفع شكاوى خارج إطار السودانيين يعني. طيب نفس السؤال للسيد أرييج، هل هناك يعني مخاوف على مسيحي الجنوب أو الجنوبيين دعنا نقول الذين بقوا في الشمال؟ لا، الجنوبيين في الشمال هذا أمر بالنسبة للأخوان في الشمال.
وانا عايز اعود انه الاخ اخ الدكتور خالد بيقول كلام ما صح، كلام كذب جدا، بيكوز السودانيين الشماليين الذين اصبحوا جنوبيين شماليين مقيما الان في الجنوب في كل ارتياح. وانا عايز اقول في البلدي انا في الوارب وفي كوجوك انا اربع اصابيع كنت هناك في الجنوب. حتى الان البوبوليشن في كوجوك السكان الشماليين الاخوان الشماليين في بلدي انا اكثر من السكان الجنوبيين. هذا كلام بتاوده كلام ما صح. ونحن السودانيين نحن ناس كرامة جدا، ونحن ناس في الكرامة بتاعنا ده في الشمال وفي الجنوب كله نفس الحكاية. عايز نقول اللقماني كان ماشي الجنوب، ما كان ممكن يعمل انترفيو للتجار الشماليين الجنوبيين الموجودين في الجنوب عشان هم يقولوا كلامه. فكلام أخ خالد ما صح، هذا كلام كذب جدا وما بنقبل، لانه انا مشد. طيب سؤال اخير، سؤال اخير برضه ما في خوف. عايز نقول طيب انه في النظام نعم عشان الوقت فقط، ما في خوف للمسلمين في الجنوب. طيب من انتم يعني استاذ رج؟ هل انتم يعني ما هي هويه الدوله؟ هل هي افريقيه؟ هل هي يعني هل ممكن ان تنضموا لجامعه الدول العربيه؟ السودان كلها دول افريقيه. نعم ولكن هل يمكن ان تنضموا لجامعه الدول العربيه؟ انا سوداني افريقي، دي حاجة واضح. نعم. So طيب. ونحن ما عندنا مشكلة مع أخو العرب، لأنه أشكرك شكرا جزيلا. للأسف وقت البرنامج لا يتسع لأكثر من ذلك. لضيوفي جميعا كل شكر، الأستاذ خالد المبارك، الدكتور خالد المبارك المستشار الإعلامي بسفارة جمهورية السودان في المملكة المتحدة، والأستاذ وول ميار ميار أريج القائم بأعمال حكومة جنوب السودان في المملكة المتحدة. كما نشكر ضيفنا من كامبريدج الدكتور عبد الوهاب الأفندي أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويستمينستر. كما نشكر ضيفنا من الخرطوم الدكتور عبد اللطيف البوني أستاذ العلوم السياسية والمحاضر في الجماعات السودانية. كما نشكر كل من شارك معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة لكم كل التحية من فريق البرنامج ومني عمرو عبد الحميد، وإلى اللقاء. شكرا.